بيكم على قناة ساينس اس كي، معاكم ميس سلوان خالد. لو اول مرة تشوفنا ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة ولايك للفيديو وتفعيل الجرس. النهاردة بإذن الله هنبدأ الجزء الثاني اللي بيتكلم عن المفهوم التغيرات في الشبكات الغذائية. تمام، الصورة اللي قدامك دي بتعبر عن إيه؟ بتعبر عن الشبكة الغذائية. تمام، إحنا هنلعب مع بعض لعبة حلوة أوي. بص، أنا هطلب منك إن أنت تعمل إيه؟ هتجيب كروت هتحط عليها صورة الحيوان وتكتب اسمه من تحت، دي أول حاجة. الحاجة التانية هنجيب كروت على شكل مربعات كده، تمام، وأنا هقول لك إحنا هنستعملها في إيه. تمام، الخطوات كالتالي، احنا هنختار صحابنا اللي احنا هنلعب معاهم، تمام؟ واللي هنلعب معاهم لعبة اسمها ايه؟ اسمها الفريسة والصياد، تمام؟ تمام، من كل واحد من صحابك اللي انت هتلعب معاهم هتديلهم ورقة من اللي هي عليها صورة الحيوان، وورقة كمان عليها ايه؟ اللي هي الورقة اللي هي المربعات دي، تمام؟ تمام، بعد كده ايه بقى؟ بعد كده الشخص بقى هو بيلعب قدامه، مثلا يعني طلعت قدامه صورة الفريسة، ماشي، الشخص اللي هو كان معاه صورة الفريسة هيدي الورقة للصياد اللي هي الورقة دي، تمام؟ طب هو انا كده استنتجت ايه يا ميس؟ استنتجنا ان في طاقة بتتنقل ما بين الكائنات الحية في النظام البيئي، دي اول حاجة. الحاجة كمان ان الطاقة ولا بتزيد ولا بتقل، بمعنى انها تظل الطاقة بشكل عام كما هي، تمام؟ تمام، الحاجة بقى اللي هو عايز يقوله لك ايه هي؟ يعني مثلا انا عندي مثلا الفار ده، مين اللي هو هي ياكله؟ وليكن مثلا البومة، البومة هتيجي تاكل الفار، فاكيد هو مش هياكل الفار كله، صح؟ وهياخد جزء من الفار ده، يبقى في جزء من الطاقة اتنقلت له، صح ولا لا؟ تمام، الفار ده يعتبر ان هو في جزء منه لسه موجود، ماشي، مين هيجي يكمل بقى هياكل اللي هو الفار اللي هو الاجسام الميتة؟ احنا عارفين ان اللي بياكل الكائنات الميتة اللي هي الكائنات المحللة، صح ولا لا؟ تمام، فالكائنات المحللة بتيجي تاكل بقى تيجي تتغذى على الكائنات الميتة دي، وتخلي بقى الطاقة ان هي ترجع تاني للنظام البيئي، تمام؟ تمام، فهو بيقول لك هنا ولكنها تنتقل من الكائن لاخر، ويتم اعاده تدويرها لغالبيه الطاقه مره اخرى الى النظام البيئي بواسطه الكائنات المحلله، تمام؟ تمام، الشكل اللي قدامك ده برضه بيعبر عن ايه؟ بيعبر عن شبكه غذائيه. فهو بيسالك سؤال، بيقول لك هنا ايه اللي هيحصل للارنب، ماشي، اذا تم اختفاء او ازاله العشب، ماشي، بالنسبة للأرنب إيه اللي هيحصل؟ أكيد الأرنب ده هيموت، ليه؟ لأن الأرنب ده بياكل العشب، صح ولا لأ؟ وأكيد باقي الكائنات الحية اللي بتتغذى على الأرنب دي هتتأثر. طب يقول لك ماذا يحدث للأرانب البرية إذا تمت إزالة كل العشب من المنطقة؟ تموت الأرانب جوعا لعدم توفرها الطعام، تتأثر باقي الكائنات الإيه؟ الكائنات الحية، تمام؟ تمام، فهو بيسألك برضو سؤال تاني، ايه اللي هيحصل بقى؟ ايه اللي هيحصل للصقر، ماشي، لو تم ازالة كل العشب، ايه اللي هيحصل؟ بيقول لك لن يتأثر الصقر في البداية. احنا عارفين ان الصقر مش بياكل نباتات، بس ايه اللي بيحصل؟ بس انا قلت لك ان الصقر ده بيعتمد على النباتات بطريقة غير مباشرة. يعني ايه بطريقة غير مباشرة؟ يعني بيعتمد على الكائنات اللي هي بتاكل النباتات، وليكن زي الأرنب، تمام. فبيقول لك ولكن عندما تموت الأرانب البرية سيكون الطعام المتاح للصقر أقل، تمام، ماشي. بيقول لك هنا كيف يمكن أن يؤثر التلوث في الشبكات الغذائية؟ أنا قلت لك قبل كده إن التلوث بيأثر في الشبكات الغذائية، فاكر لما قلت لك زي المصانع اللي بتخرج اللي هي النفايات والمواد الوحشة في المية، تمام؟ هي مش كده بتعمل تلوث في المية، صح ولا لأ؟ تمام، هي لما بتعمل تلوث في المية، طب ما أنا عندي في كائنات حية بتكون عايشة في المية، طب ما الكائنات دي ممكن تموت، صح ولا لأ؟ تمام، فبيقول لك هنا إذا تأثر أحد الحيوانات ومات، فإن ذلك يؤثر على جميع الكائنات الحية في الشبكات الغذائية. فأنا هديك مثال دلوقتي، لو أنا مثلا الغابات، ماشي، الغابات عملنا فيها حرق غابات، تمام، دلوقتي في حيوانات بتكون عايشة في الغابات دي، صح ولا لأ؟ تمام، لما يحصل في حرق للغابات كده، نسبة الأكسجين هتبتدي إن هي تقل، والحيوانات هتبتدي إن هما يتخنقوا، وبالتالي الحيوانات هتموت، صح ولا لأ؟ تمام، يبقى معنى كده ان هو الحيوان لو مات، معنى كده ان جميع الكائنات الحية اللي بتعتمد على الحيوان ده هيتأثر، تمام. فبيديلك هنا امثلة برضو على التلوث، بيقولك تلوث المية بيأثر في الاسماك، وتلوث التربة برضو بيأثر في النباتات، ماشي، وبيقولك هنا حرق الغابات وتسرب النفط في مياه البحار والمحيطات بيؤدي الى غرق وموت الطيور، ماشي. دي كل دي يعني امثلة بسيطة على التلوث والفكرة بتاعتها.
يبقى اهم حاجه لازم تقتنع ان التلوث ده بيأثر على جميع الكائنات الحيه وبيأثر كمان على الشبكه الغذائيه. ماشي، في حاجه مهمه عايزين نعرفها، بيقول لك هنا مجموعات الكائنات الحيه. يعني ايه مجموعات الكائنات الحيه؟ هو بيقول لك هنا اعداد النوع الواحد من الكائنات الحيه اللي بتعيش في منطقه معينه، وليكن مثلا مجموعه من النباتات عايشين في منطقه معينه، او مجموعه من الحيوان معين مثلا عايش في منطقه معينه، دي بقول عليها ايه؟ دي بقول عليها مجموعات من الكائنات الحيه. تمام، بيقول لك هنا عند تغير المناخ قد تموت بعض الكائنات الحيه، بينما يزداد البعض الاخر في المناخ الجديد، مما يؤدي الى نقص او زياده في النوع الواحد من الكائنات الحيه، مما يعرف بالتغيرات في المجموعات الكائنات الحيه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو حصل تغير في المناخ ده بيأثر على مجموعات الكائنات، ده بيأثر على الكائنات الحيه. تمام، من حيث ايه؟ مثلا لو المناخ اتغير ممكن اعدادهم تزيد او تقل. تمام، فالكلام ده بيعرف بايه؟ بيعرف بالتغيرات في المجموعات الكائنات الحيه. فهنا بيديلك هنا عوامل، في عوامل بتأثر على المجموعات الكائنات الحية. ايه هي العوامل؟ كثرة او ندرة المية، المية لو زادت او قلت عن الحد المطلوب ده كده بيأثر على الكائنات الحية، في ان هي عددها ممكن ان هي تزيد او عددها ان هي تقل على حسب. تمام، درجات الحرارة المرتفعة ده برضو او المنخفضة، على فكرة درجات الحرارة المرتفعة او المنخفضة ده برضو بيأثر على الكائنات الحية. تمام، ده بيخلي اعدادهم انهم ممكن تزيد او ممكن تقل. تمام، الطقس العنيف. تمام، فهو مديلك مثال بسيط على المجموعات الكائنات مجموعات الكائنات الحية. انا عندي الطيور دي بنقول عليها اللي هي الطيور البحريه. الطيور البحريه دي بتعيش فين؟ قال لك ان هي بتعيش فوق قمه المنحدرات الجبليه. تمام، هي دلوقتي جعانه عايزه تاكل، بتعمل ايه؟ بتغوص الطيور البحريه دي في اعماق البحار عشان تقعد تدور على الاسماك الصغيره. تمام، طب الاسماك الصغيره دي هي في الاساس بتاكل ايه؟ الاسماك الصغيره دي بتاكل حاجه اسمها الكائنات الدقيقه، بتعيش يعني الاسماك دي في الاساس، الاسماك دي في الاساس بتاكل حاجه، ايه الحاجه اللي هي بتاكلها؟ هي بتاكل حاجه اسمها الكائنات الدقيقه. الكائنات الدقيقه دي تعتبر من الكائنات المنتجه. يعني ايه كائنات منتجه؟ يعني هي كائنات بتقدر ان هي تعمل الغذاء بتاعها بنفسها. زي مين يا ترى؟ زي النبات او زي الطحالب، صح ولا لا؟ تمام، يبقى تاني انا عندي الطيور دي، الطيور بتاكل الاسماك، والاسماك دي في الاساس اصلا الاسماك الصغيره بتاكل ايه؟ بتاكل الكائنات الدقيقه. تمام، والكائنات الدقيقه دي عامله زي الكائنات الايه؟ الكائنات اللي هي زي النباتات او الطحالب، ان هي بتقدر ان هي تصنع غذائها بنفسها. تمام، انا بقى اللي عايزك تركز عليه ايه؟ ان الكائنات الدقيقه دي بتعيش في الميه البارده. تمام، وليكن مثلا ان حصل تغير في المناخ، بدل ما كانت ميه بارده بقت ميه دافيه، ايه اللي يحصل للكائنات الدقيقه دي؟ مصيرها بيكون عامل ازاي؟ فبيقول لك هنا اذا يحدث عندما يتغير المناخ وتصبح المياه دافئه، لو الميه اصبحت دافئه وهي اساسا الكائنات الدقيقه بتعيش في ميه ايه؟ بتعيش في ميه آه بتعيش في ميه آه بارده. تمام، لو حصل بقى ان الميه بدل ما كانت لا ما بدل ما كانت بارده بقت دافيه، ده بسبب ايه؟ بسبب تغيرات المناخ. ايه اللي يحصل بقى؟ ايه مصير الكائنات الدقيقه؟ بيقول لك ان الكائنات الدقيقه هتبتدي ان هي تتنقل، هتبتدي ان هي تمشي، يعني المكان اللي هي فيه تروح لمكان تاني فيها ميه بارده. عندما يتغير المناخ وتصبح الميه دافئه، تنتقل هذه الكائنات الدقيقه الى بيئه اخرى، مكان تاني تكون فيها الميه ايه؟ الميه بارده. تمام، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه بقى، مين بقى اللي ايه بقى مصير الاسماك؟ اكيد بقى الاسماك بقى هيكون فيها عندها مشكله، لان الكائنات الدقيقه اللي كانت بتتغذى عليها ما بقتش موجوده. تمام، الاسماك الصغيره تتغذى على هذه الكائنات الدقيقه، برضو نفس الكلام، هتنتقل الى موطن جديد، هتروح لمكان تاني يكون فيه برضو كائنات دقيقه. تمام، اصبح عندي مشكله للطيور البحريه، كده الطيور البحريه مش هتلاقي الاسماك اللي هي بتيجي تاكلها. تمام، ايه اللي هيحصل بقى؟
بعضهم سيموت، الطيور دي هتموت، والبعض الآخر إن هو هيبتدي إن هو يمشي من المكان ده يروح لمكان تاني، سينتقل إلى موطن جديد يكون فيه برضو أسماك. تمام، يبقى إحنا كده نستنتج إن إحنا كده عندنا إن في عوامل ممكن إن هي ممكن إن هي بتساعد إن يحصل في اللي يحصل إن مجموعات الكائنات الحية إن هي تزيد أو تقل تابع للتغيرات المناخية اللي إحنا لسه متكلمين عنها. تمام، آخر حاجة بقى، آخر حاجة احنا كده خلصنا الجزء الثاني من المفهوم. ماشي، في تحت وصف الفيديو لينك التليجرام بينزل عليه كل الملخصات وكل المراجعات وكمان الدروس بالترتيب الصحيح. تمام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.